مشاهدينا، وجدد التحية للزملاء في الاستديو. محمد سالم من تلفزيون دبي، مرحبا بك، وزميلي كذلك محمد الرئيسي من تلفزيون الشارجة، وأنا وياكم دعاء الحمادي من تلفزيون أبوظبي. نعم زملائي دعاء ومحمد، يعني تحية طيبة من مركز أبوظبي للطاقة بالعاصمة الحبيبة أبوظبي، معنقة بالوطنية، مفادها نقل فعاليات البث المباشر الموحد بين قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة أحداث وتفاصيل يوم الانتخاب الرئيس للدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. نعم يا محمد، مساءكم مشاهدين الكرام، معطر بعبق إماراتي أصيل من استديو البث الرئيسي من داخل مقر اللجنة الوطنية للانتخابات بدرة العواصم أبوظبي، حيث سنتابع من خلال شبكة مراسلينا في إمارات الدولة السبع مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة. نعم مشاهدينا، إذن نصل اليوم بكم إلى واحدة من أهم المحطات المهمة في مسيرة العملية الانتخابية للوصول إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي 2023. دعاء، 24 مركزا انتخابيا تم توزيعها على المناطق الجغرافية كافة بالدولة، بما يسهل إجراءات ووصول الناخبين الراغبين بالادلاء بأصواتهم حضوريا عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز. نعم محمد، كما تتابعون مشاهدين الكرام، في كافة أنحاء دولة الإمارات مشهد العملية الانتخابية القائمة الآن من كافة إمارات الدولة. كثيرة طبعا هي ومشرفة الإنجازات الوطنية التي أسهم في تحقيقها المجلس الوطني الاتحادي، فلنستعرض معا جانبا من بعض الحقائق والأرقام المهمة الخاصة بإنجازات المجلس منذ تأسيسها في عام 1972. مشاهدينا الكرام، لنتعرف أكثر عن التجربة البرلمانية ورسالة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات وتطور منظومة التصويت للدورة الخامسة، يسعدنا أن نستضيف معالي عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الفرز المركزية. مرحبا بك، سعادتك. مساء الخير معاليك. مساكم الله بالخير، السلام عليكم جميع. السلام. معاليك، شهدت التجربة الانتخابية في دولة في أو التجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى أكثر من نصف قرن تطورا ملحوظا، كيف تصفون هذه التجربة وبرأيكم ما هي أبرز أسباب نجاحها؟ نعم، أنا ممكن أبدأ بأسباب نجاح التجربة البرلمانية على مدى 5 عقود في دولة الإمارات، وممكن أصف التجربة البرلمانية كشيء كان في الماضي، ولكن اليوم نحن نتكلم عن استحقاقات انتخابية. نعم. البداية كانت طبعا بدعم من المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه. آمين. واللي كان حريص كل الحرص على دعم المجلس الوطني الاتحادي للقيام بالمهام المنوطة إليه وتعزيز دوره في والقيام بمهامه على أكمل وجه. الشيخ زايد رحمة الله عليه كان حريص كل الحرص على أن يبدأ المجلس الوطني الاتحادي كرابع سلطة في الاتحاد أعماله ابتداء من 12 فبراير 1972، واللي هو تقريبا شهرين بعد بداية الاتحاد. استمر دعم الشيخ زايد رحمة الله عليه وحتى 2004، ومن ثم طبعا شاهدنا كلنا القفزة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد، وخطاب التمكين اللي تم الإدلاء به
في عام 2005 معلنا مرحلة جديدة من في 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 انتخابات المجلس الوطني وبداية انطلاق الانتخابات البرلمانية في سنة 2006. صحيح. طبعا نحن إذا بنتكلم عن أرقام وحقائق في تلك الفترة، المرأة كان لها تقريبا تسع عضويات من إجمالي 40 على مستوى الدولة. نعم. نتكلم عن الهيئة الانتخابية، بدينا ب 6500 هيئة انتخابية. نعم. شاركوا في الانتخابات في تلك الفترة في حدود 6400. نعم معاليك، حظيت الدورة الانتخابية خصوصا الدورة الخامسة باستحداث نظام التصويت الهجين اللي هو التصويت عن بعد، وكذلك التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب. دعنا نتحدث برأيك، كيف أسهمت هذه الخطوات في توسيع المشاركة في عمليات التصويت؟ لا شك بأن التصويت الهجين طبعا هذه أول تجربة لنا نحن في التصويت الهجين، وممكن نقول اليوم كحقائق وأرقام نتوقع وصول التصويت عبر التصويت الهجين وعن بعد نتوقع أن يتجاوز 90% خلال هذه الدورة الانتخابية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم معاليك، يعني هناك كيف تصفون تفاعل الناخبين مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذه الدورة، وأيضا ما الكلمة التي تودون توجيهها إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الجدد؟ نحن نقول اليوم المواطن كان عليه واجب وطني تجاه الاستحقاقات الانتخابية. شفنا تفاعل كبير من أخواننا المواطنين على مستوى الدولة وفي كافة المراكز، الكل كان مهتم في الأدلاء بأصواته، ونتوقع كذلك عدد مشاركة كبيرة من أخواننا المواطنين الناخبين خلال هذه الدورة بإذن الله. معالي عبد الله بن عواد نعيمي، وزير العدل، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الفرز المركزية، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم، وحيث الآن وحتى اللحظة معنا الزميل مهدي سليمان. مهدي موجود هنا في مركز أبو ظبي للطاقة. مهدي، كيف هي الأجواء لديك؟ تفضل. نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة نعيش في مركز الطاقة في أبوظبي عرسا إماراتيا وروحا وطنية أساسها بناء هذا الوطن الغالي ومنتهاها رفعة هذا الوطن في جميع المحافل. اليوم الختامي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بل هي لحظات ويتم الإعلان عن الفائزين. الحضور منذ اليوم الأول في تزايد وفي تواصل، يوميا يحضر الكبير مصطحبا الصغير ليحقق ويجسد هذه الملحمة الوطنية. النساء، كبار المواطنين، أيضا أصحاب الهمم العالية، الجميع حضر. حتى منذ لحظات قليلة كان هناك من يشارك من أجل الإمارات، كانت مشاركة فاعلة حقيقة. أيضا التنظيم على أعلى مستوى، بل هناك العديد من التسهيلات والتنظيم العالي. أيضا المرشحين موجودين. عودة لكم في الاستديو. شكرا لك الزميل مهدي سليمان. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى زميلنا أحمد الزعابي في قاعة الملتقى المركز التجاري العالمي في دبي ليطلع لنا على أبرز المسددات. إليك أحمد. أهلا بكم زملائي في الاستوديو، وكذلك التحية لمشاهدينا ومتابعينا الكرام. حقيقة كلنا نعلم أن خلال الأيام الماضية الإمارات عاشت من أقصاها إلى أقصاها حراكا برلمانيا انتخابيا يعكس مدى أهمية المشاركة الوطنية الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. حقيقة أنا حاليا متواجد هنا في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد هذا المركز توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتمت عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سلاسة وأريحية تامة. الكل هنا يشيد بكل الإجراءات التي تقدمها اللجنة الانتخابية هنا. حقيقة كذلك أود أن أشير إلى نقطة جدا مهمة ما لمسناه هنا اليوم من قبل بعض الناخبين، أن الملفات الدعاية الانتخابية التي تلامس الواقع وأيضا السيرة الذاتية والخبرة العلمية والعملية كانت هي المعيار الأساسي في اختيار المرشح الأنسب لأن يكون أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. حقيقة عند الساعة الثامنة سيتم فك شفرة منظومة التصويت
ومن بعدها سيتم إعلان النتائج الأولية للمرشحين، ونتمنى التوفيق لكل مرشحينا. هذا ما لدي حتى الآن. الكلمة والصورة تعود لكم زملائي في الاستوديو. من دبي زميل حميد زعابي، شكرا لك. وننتقل الآن إلى إمارة الشارقة والزميلة لميا المازمي، لو تحدثينا عن آخر تطورات عملية التصويت لديك، تفضلي ليما. لميا، نعم حياكم الله أختي دعاء وإخواني محمد ومحمد في الاستوديو وكل مشاهدينا الكرام. مساء الوطن، مساء المشاركة الفاعلة في انتخابات الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. أجواء وطنية رائعة تسود هنا في مقر مركز الانتخاب لإمارة الشارقة، وحرص كبير من أعضاء الهيئة الانتخابية الذين لديهم حق تصويت على المشاركة، واستعدادات نموذجية للجنة وإجراءات يسيرة لإتمام عملية التصويت، وأيضا ساهمت في سلاسة وسير العملية الانتخابية التي لا تحتاج من الناخبين سوى بضع دقائق بل ثواني معدودة لإنهاء إجراءات عملية التصويت. 72,946 عضو مسجل بقوائم الهيئة الانتخابية في إمارة الشارقة، فيما بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا، ولا يزال المواطنون يتوافدون على مقر المركز الانتخابي لإمارة الشارقة. ونرى أيضا اللي لفت انتباهي آباء يصطحبون أبنائهم ليعيشوا التجربة الانتخابية، وحضور بارز من كبار المسنين. والآن عودة لكم مشاهدينا لزملائي في الاستوديو بأبو ظبي. شكرا زميلتي لمياء المازمي من إمارة الشارقة. أما الآن وللوقوف مشاهدين الكرام على أعداد المرشحين خلال الدورات الماضية، دعونا نتابع هذه الأرقام. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى زميلنا إبراهيم الماس في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان. إليك زميلنا إبراهيم. مساء الخير زملائي في الاستديو، مساء الخير أعزائي المشاهدين. اليوم أنا متواجد في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في إمارة عجمان. مثل ما نشوف هناك إقبال كبير من الجمهور على التصويت لمرشحهم اليوم في هذا اليوم المميز. مثل ما نعرف اليوم إمارة عجمان عندها 12,600 عضو مسجل في الهيئة الانتخابية، وأيضا هناك 21 مرشح اليوم في إمارة عجمان، وعجمان أيضا مثل ما نعرف عندها كرسيين للانتخابات أو يمكن انتخابهم. نص هذه الكرسي طبعا خلينا نقول كرسي للمرأة وأيضا كرسي للرجل. نحن مترقبين مثل ما الكل مترقب، هناك إقبال كبير من الجمهور سواء كان من كبار المواطنين، سواء كان من النساء، سواء كان من الشباب. هذا طبعا هذه الأجواء اليوم في إمارة عجمان. هذا كل ما لدي الآن، الكلمة تعود إلى الزملاء في الاستوديو. نعم شكرا لك زميلنا إبراهيم الماس في إمارة عجمان. مشاهدينا الكرام، نبقى في رحاب المجلس الوطني الاتحادي الذي تنسب إليه العديد من الاختصاصات ذات الشأن المحلي وكذلك الدولي، لا سيما أنه يمثل بمقاعد أعضائه أبناء الإمارات السبع. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي فلنتابع. المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في ترتيب سلم السلطات الخمس المنصوص عليها في دستور الإمارات، بدعم لا محدود من قيادة الدولة
يؤدي المجلس دوره الوطني عبر اختصاصاته الثلاث: التشريعية والرقابية والسياسية الدبلوماسية البرلمانية. تعاقب على رئاسته 10 رؤساء ويتشكل من 40 عضوا لمدة عضوية 4 أعوام. يتوزع الأعضاء 8 مقاعد لكل من أبو ظبي ودبي، 6 مقاعد لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. الفصل التشريعي يتكون من 4 أدوار عقاد، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. أجهزة المجلس الرئيسية: رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس، لجان المجلس، الشعبة البرلمانية، والأمانة العامة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وما زلنا معكم في هذا البث الموحد عبر قنوات الدولة ومع مجموعة مراسلين عبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. ننتقل إلى زميلنا في أم القيوين وليد الأصبحي، وتحديدا في قاعة الاتحاد للمناسبات. تفضل وليد وأعطينا آخر تطورات التصويت هناك. مساء الخير زملائي في استوديو هذا البث الموحد. نتواجد هنا في قاعة المناسبات بإمارة أم القيوين. المشهد هنا مشهد وطني بامتياز، لا يختلف كثيرا عن مختلف المراكز في مختلف إمارات الدولة، ولكن الجميل هنا أن حالة الترقب بدأت لانتظار أسماء أو إعلان أسماء الفائزين بهذه الانتخابات. أعضاء الهيئة الانتخابية اليوم في إمارة أم القيوين والبالغ عددهم 7577 عضوا، تنافس 14 مرشحا للحصول او تمثيل هذه الهيئه الانتخابيه في تحت القبه البرلمانيه. حقيقه المشاهد هنا في اماره ام القيوين وتحديدا داخل المركز الانتخابي مشاهد جميله، شهدت حراكا كبيرا من قبل المجتمع، التواجد، الادلاء باصواتهم، القصص كثيره، والاهم من ذلك هو تمثيل الوطن في هذا العرس الانتخابي. وبكل تاكيد سنكون معكم في هذه التغطيه، و أعود إليكم زملائي في الاستوديو، إليكم الكلمة. نعم الزميلة وليد الأصبحي من إمارة أم القيوين، شكرا لك على مداخلتك القيمة. والآن ننتقل إلى زميلنا أحمد الطنيجي في إمارة رأس الخيمة وتحديدا في مركز إكسبو رأس الخيمة. أحمد، ما الذي يجول حولك في رأس الخيمة؟ تفضل. نعم، بداية أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، ونمسي عليكم بالخير زملاء في الاستوديو وكل من يتابعنا في هذه التغطية المباشرة من هنا من مركز رأس الخيمة للمعارض. هذا المركز الرئيس الذي يحتضن اليوم المصوتين والمرشحين والناخبين القادمين هنا لهذه الانتخابات. الوضع حتى الدقائق الماضية كان نشطا في ظل تأكيد وحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على أهمية التزام الجميع بالضوابط والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وهو الأمر الذي يعكس أهمية الوعي السياسي سواء كان للناخبين أو المرشحين، وكذلك يجسد قيم ومكتسبات المجتمع الإماراتي. هنا في إمارة رأس الخيمة يتنافس 33 مرشحا بعد انسحاب مرشحة في الأيام الماضية، يتنافسون على 3 مقاعد من أصل 6 مقاعد مخصصة لإمارة رأس الخيمة في المجلس الوطني الاتحادي، أي ما يمثل 50% من هذه المقاعد. بالتأكيد يعني مشاهدينا نتحدث اليوم عن يوم وطني يرسخ قيم المشاركة الشعبية ويؤكد نجاح مسيرة التمكين السياسي التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة. الزملاء، عودة إليكم. إذن شكرا لزميلنا أحمد ناصر الطنيجي، وننتقل الآن إلى المنطقة الشرقية لدولة الإمارات وتحديدا إلى إمارة الفجيرة ومركز الفجيرة للمعارض مع الزميلة مجد السويدي لتطلعنا على آخر المستجدات. الكلمة والصورة لك مجد. شكرا للزملاء الكرام. مشاهدينا، الصورة هنا أبلغ من التعبير بهذه البهجة، فقد شهد المركز إقبالا لافتا من قبل الناخبين وخصوصا من كبار السن. الجميع أتوا ليدلوا بأصواتهم ويمثلوا المواطنة الصالحة بأبهى حلة عبر صناديق الاقتراع. المنافسة في سبيل رفعة الوطن أجمع عليها جميع المرشحين دون استثناء، وأنا هنا
أقف شاهدة عيان على روحي الألفة بين أنصار المرشحين. أربعة مقاعد يتنافس عليها 15 مرشحا من إمارة الفجير دون انسحاب أي منهم، والقادم وفق وعودهم الانتخابية يكفل للوطن والمواطن ويدعو للتفاؤل. عودة للزملاء في الاستديو، ولي معكم عودة بإذن الله. شكرا لزميلتنا مجد السويدي من الفجيرة. يعني كانت هناك مجموعة من المراسلين في 7 إمارات، وكل إمارة طبعا هناك مرشحينها وانتخاباتها وتصويتها وإعداد 24 مركز، يعني عمل كبير قاموا به يشكرون عليه صراحة. اليوم أيضا نحن موجودين في معرض الطاقة في أبوظبي، مركز الطاقة في أبوظبي، وجود أيضا مصوتين، وهناك الكثير طبعا يسعى لنجاح هذه الانتخابات ودورتها الجديدة التي أتت أيضا الانتخاب والترشيح أيضا عن بعد. صحيح. يعني النصيب الوافر للشباب لا شك بأنه يضعهم أمام مسؤولية، هم يمثلون نسبة كبيرة من القائمة الانتخابية في كافة إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. مراسلين يعطيهم العافية ما قصروا، غطوا كل المراكز الانتخابية، وهناك كذلك التصويت الإلكتروني، وهي نقلة نوعية للعملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا اللي لفت زملائي محمد ومحمد الأعمار اللي مرت أمامنا، ونحن ياسين نقدم من بداية الحلقة مشاهدينا الأطفال كبار السن أصحاب الهمم كلهم متواجدون اليوم معنا مشاركين بأصواتهم، لأن أصواتهم أمانة، واضعين هذه المسؤولية في رقاب الأشخاص اللي اختاروهم. وأتمنى يا رب أن إن شاء الله هذه الأصوات تروح للمرشحين الناخبين المناسبين لهذه الكفاءة بإذن الله، وهذا العشم من هذا المجلس. أيضا في هذه الدورة يعني هناك نظرنا إلى مجموعة من الشباب يطرحون برامجهم خلال إن شاء الله انتخابهم في مجلس الوطن الاتحادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيد. وفي نفس الوقت هناك نظرة أيضا كثيرة من قبلهم للمستقبل. يعني أتوقع أن نحن الفترة التجريبية انتهت خلاص، نحن في عالم البرلمان، وهناك فكرة كبيرة أيضا دخول الشباب مثل ما قلت في هذا العالم، وهناك الكثير، يعني هناك من له نظرة عبر الصحة وعبر الرياضة وعبر مجالات كثيرة جدا. هذا هو الجميل، الخليط اللي حاصل من قبل اللي انتخبوا أعمارهم بين مختلف القطاعات، وهذا يغذي أيضا عندنا القبة البرلمانية. صحيح. المرأة كذلك دعاء ومحمد لها نصيب وافر، هي تمثل 51% من القائمة الانتخابية مقابل 49 للرجل، كذلك نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي مخصصة للمرأة. لا شك بأن هذا دافع كبير للمرأة لتخطو خطوات إلى هذا المجلس الوطني الاتحادي، إلى هذا البرلمان بكل ثقة واقتدار، مدعومة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. إذن الساعة 8 إن شاء الله مشاهدينا سيتم إغلاق باب التصويت، وسنعلن بإذن الله عن النتائج المبدئية. زملائي محمد ومحمد، أنا جدا سعيدة بأن المرأة أصبح لها هذا الدور الريادي الذي يعكس اشتراقة حبها للوطن من خلالها كأم، كموظفة، كعاملة في نطاق تسهم فيه، بأنها تؤكد أن المرأة هي روح المكان، مثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي حفظه الله ورعاه. نعم، أيضا دعم القيادة لهذا الأمر يعني شيء جميل جدا، مثل ما شاهدنا في جميع المجالات، يعني المرأة متواجدة في جميع القطاعات، رأيناها هي وزيرة وأيضا في المجلس الوطني، ورأيناها طيارة في قطاعات كثيرة، ولا ننسى أيضا تواجد المرأة أيضا في الفضاء قريبا بإذن الله تعالى. صحيح. سلاسة العملية الانتخابية في الحقيقة منذ اليوم الأول لعملية التصويت، منذ الرابع تحديدا من الشهر الجاري، اتجه الناس إلى التصويت المبكر، سواء من خلال الهواتف الذكية أو من خلال كذلك الذهاب إلى مراكز الانتخاب. السهولة في عملية التصويت وكذلك التنظيم عالي المستوى في الحقيقة من قبل القائمين على هذه المراكز الانتخابية، كل ذلك يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذه التجربة البرلمانية لدولة الإمارات. نعم، تجربة برلمانية بلا شك أخواني وزملائي ومشاهدين الكرام، بأن الجميع الآن ينتظر هذه اللحظة. الساعة 8 سيغلق باب التصويت، والناخبين والمرشحين ينتظرون بفارغ الصبر النتائج المبدئية التي سنعلنها لكم بإذن الله تعالى. نعم، هي لحظات قليلة، سوف تنتهي مرحلة التصويت في تمام الساعة 8 من مساء اليوم، يعني تقريبا بعد 4 دقائق من الآن. نعم. وبعد ذلك سوف تكون مرحلة فك التشفير، وسوف نتعرف على أمور كثيرة، فنتابع معكم هذا التقرير. منذ تأسيسه عام 1972
شهد المجلس الوطني الاتحادي رحلة استثنائية من الإنجازات، فخلال تاريخه الطويل لعب دورا رئيسيا في تمثيل وتلبية احتياجات المواطنين ومناقشة قوانين اتحادية لدعم التطور والتقدم في الدولة. تجاوز دوره حدود الوطن بإنجازات عالمية، بينها توقيع 49 مذكرة تفاهم وتعاون مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ مبادرات رائدة عالميا، وإعلان وتعديل مواثيق إقليمية وعالمية عبر ممارساتها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية. عملت وفود الشعبة البرلمانية على إبراز وجه الإمارات الحضاري، وتولى أعضاؤها مواقع قيادية إقليميا ودوليا. ومع تاريخ حافل بالنجاح، يستعد المجلس لمتابعة مسيرته في بناء مستقبل مشرق للإمارات وأبنائها. ثلاث دقائق تقريبا تصور، بدينا العد التنازلي، يعني اللي ما صوت عنده ثلاث دقائق يصوت. أم شي صوتوا أنتو؟ الحمد لله صوتنا عندكم الحين عن بعد ثلاث دقائق. هاي الدورة هاي الجميلة إنه شو فيها عن بعد، فيعني بإمكانكم الحين عندكم ثلاث دقائق، ربما الحين ندخل، لا باقي دقيقتين، نعم نشارك، يعني حالة ترقب لجميع المنتخبين في إمارات الدولة بلا اليوم شك. نصوت أو نشارك للإمارات، لا نشارك من أجل مرشح أو من أجل برنامج انتخابي، صحيح. أو من أجل في الحقيقة عملية انتخابية محصورة فقط في أشخاص، لا، اليوم جميعنا هنا نشارك للإمارات في كافة إمارات الدولة، نعم. لنصل بالمرشح الأجدر إلى مقعد القبة البرلمانية، تحديدا إلى المجلس الوطني الاتحادي. نعم، وكذلك هم يضعون كامل إرادتهم في هذا المرشح، الناخب الذي يرشح نفسه لهذا المكان هو متأكد بأنه على قدر هذه المسؤولية وهذه الأمانة، والمرشحين يعلمون بأن صوتهم أمانة لهذا الوطن، كي نشارك من أجل مجلس وطني اتحادي يقوده الشباب وأيضا النساء، وكذلك يدعمه جميع أطياف المجتمع. هذا ما رأيناه من خلال الدورات السابقة، صحيح. ونحن في هذه الدورة، يعني نجاح من قبل مجلس الوطني الاتحادي بجميع مجالاته وطرحه المميز، وأيضا يعني أصبح هناك تنافس أنهم يتواجدون في هذا المجلس بشكل كبير جدا، ونحن أيضا متواجدون في مركز الطاقة المعارض، وبانتظار هذه اللحظة، هي ربما اللحظات النهائية التي سوف تنتهي فيها مرحلة التصويت، وبعد ذلك بانتظار مرحلة فك التشفير للتعرف على نتائج فرز أصوات انتخابات مجلس الوطن الاتحادي للعام 2023. أتصور معالي الوزير قبل قليل عبد الله بن عواد النعيمي وزير العدل في الحقيقة يعني أكد بأن سيتم الانتقال إلى مرحلة فك التشفير، ستظهر أسماء المرشحين حسب التسلسل، الفائزين بأعلى الأصوات إلى أقل الأصوات، ومن ثم سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مؤتمر صحفي من خلال طبعا وزير العدل نفسه اللي هو معالي عبد الله عواد النعيم. نعم، الجميع أثنى إذا لاحظتم زملائي بسهولة التصويت وعن بعد، إذن كانت الإمارات، نعم، نشارك للإمارات، كان هو هذا شعار المجلس الوطني الاتحادي. الجميع أثنى على نظام التصويت عن بعد اللي هو التصويت الهجين، نعم. وربما هو ليس ببعيد عن دولة الإمارات في تسهيل الأمور وخوض التجربة البرلمانية بكفاءة ونجاح. نعم.
ما زلنا معكم في هذه التغطية لفعاليات البث المباشر والموحد لتلفزيونات دولة الإمارات العربية المتحدة وأحداث ووقائع يوم النهائي للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لهذه الدورة، ومثلما ننتظر هذه اللحظات الأخيرة وهي لحظة فك الشفرة والانتقال إلى مرحلة معرفة أسماء وأعضاء المنتخبين الجدد لهذه الدورة. صحيح، يعني حسب علمي محمد بأن يسمح بتمديد الوقت في حال وجود ناخبين داخل المراكز الانتخابية حتى ينتهي آخر ناخب من عملية التصويت. لم يردنا أي حتى الآن أي خبر بخصوص تمديد عملية التصويت، ولكن يسمح بذلك حتى انتهاء آخر ناخب من تحديدا عملية التصويت لاختيار المرشح. كما نشاهد في الحقيقة الأمور تجري بسلاسة، الكل يترقب، القلوب تخفق في الحقيقة، والكل ينتظر الإعلان عن النتائج وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة. نعم، ونذكر أيضا المشاهدين بأن هذه النتائج ستكون النتائج الأولية فحسب، وأن المرشحين حاليا أكيد ينتظرون هذه اللحظة، ونحن كذلك ننتظر هذه اللحظة وجاهزين إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا من جديد. ومنذ الصغر نشأنا على الإيمان بتوجهات القيادة الرشيدة لنا والاختياراتهم لنا، دائما كانوا يبرزون دور الشباب في مناصب برلمانية في مناصب عالية، وهذا هو الفعل اللي تمنوا لنا أن نحن نكون قادرين أن نحن نؤدي هذه الأمانة ونكون قياديين قادرين نتوجه بإماراتنا إلى أبعد نطاق من المسؤولية والتكافل والتكامل وحتى الحرص وحبه وحب الشعب الموجود فيه. نعم دعاء، يعني الجميل أيضا من حديثنا مع وزير العدل عندما تحدث قال البداية مع زايد الله يرحمه، يعني كان هناك تمكين ودور كبير للمجلس الوطني أيضا الاتحادي، وأيضا أتى بعد ذلك الشيخ خليفة الله يرحمه لتمكين هذا الموضوع، وبعد ذلك أيضا القيادة الرشيدة حاليا. فننظر أن هناك توجه كبير لتمكين هذا المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة هذه، وفي نفس الوقت مثل ما رأينا هناك مشاركة كبيرة جدا لإمارات الدولة ومعرفة أيضا من قبل المنتخبين للقبة البرلمانية. لا شك بأن المجلس الوطني الاتحادي ينتظر وصول الأعضاء الجدد في الحقيقة، من سيفوز بالانتخابات أو من سيعين من قبل دواوين أصحاب السمو الحكام أعضاء مجلس الأعلى الاتحاد الله يحفظهم جميعا. إذن مشاهدينا الكرام إلى تقريرنا التالي عن المشاركة السياسية في الانتخابات. انتخابات المجلس الوطني الاتحادي محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل الإمارات. ومنذ الدورة الانتخابية الأولى تضاعف عدد الهيئات الانتخابية من حوالي 6600 عضو إلى حوالي 400 ألف في الدورة الحالية. ويعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005 المرجعية الأساسية للانتخابات، كما ساهم قراره لعام 2019 بتعزيز التمكين السياسي للمرأة عبر رفع نسبة تمثيلها إلى 50%. وتواصل الدولة تعزيز وعي المواطنين بأهمية برنامج التمكين السياسي ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء مستقبل الإمارات. إذا
إذن مشاهدينا الآن في هذه اللحظات انتهت مرحلة التصويت، ونحن بانتظار مرحلة فك التشفير للتعرف على نتائج فرز أصوات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام 2023. إلى هناك. هذا المجلس مجلس الجميع، ونرجو من كل خير للأمة والوطن والمواطنين. لقد وضعت القيادة والمواطنون ثقتهم فيكم، ونامل أن تكون هموم الوطن والمواطن من أولوياتكم. شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة على قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله. ثقة شعب الإمارات وقيادته، وداعين الله أن يوفقكم في تعزيز مسيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالنور مشاهدينا الكرام وزملائي في استوديو التغطية الخاصة بالبث الموحد لنقل وقائع يوم التصويت الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة. الآن في هذه اللحظات وبعد تلقي الضوء الأخضر من كافة رؤساء المراكز الانتخابية إثر قيام آخر ناخب بالتصويت في المراكز وبعد إقفال المنظومة في المركز استعداداً لفتح صناديق الاقتراع إلكترونياً، أتشرف في هذه اللحظات بدعوة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لتقديم كلمته الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في هذا اليوم الوطني المبارك، حيث تواصل دولة الإمارات تطوير تجربتها البرلمانية بخطى ثابتة وواثقة، ترجمة للرؤى الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة دستورية وطنية وركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون. نرفع أسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. بمناسبة انتهاء الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، شهدت أيام التصويت المبكر أو الرئيس إقبالاً جيداً من الناخبين بمختلف فئاتهم العمرية، حيث بلغ عدد الأصوات المدلى بها على مستوى الدولة في الدورة الانتخابية الحالية 175,487 ناخباً وناخبة، بنسبة مشاركة 44% من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية. ننتهز هذه الفرصة لنقدم الشكر إلى الناخبين والناخبات ممن شاركوا في هذا الحدث الوطني عبر تصويتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، الذي أسهم على مدى 5 عقود في تعزيز الركائز الأساسية لاستمرار تطور وازدهار دولة الإمارات، وتضافرت جهوده مع المؤسسات الوطنية في الدولة في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية لاقتصاد الدولة واستدامته. أقول لمن سيحالفهم الحظ هنيئاً لكم، شرف تمثيل شعب الاتحاد، ولمن لم يحالفه الحظ هنيئاً لكم الدور الإيجابي الذي لعبتموه في إنجاح هذا اليوم المبارك، يوم من أيام الاتحاد. شكراً لكم. أشكر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات. في هذه اللحظات أدعو إلى المسرح أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء لجنة الفرز المركزية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لبدء مرحلة فك التشفير في النظام، إذاناً بفرز واحتساب الأصوات المدلى بها في مختلف إمارات الدولة. معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل ورئيس لجنة الفرز، سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخيالي، سعادة اللواء سهيل سعيد الخيالي، سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، سعادة طارق هلال لوتا، سعادة سامي بن عدي، سعادة الدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني. إذن في هذه اللحظات إجراء فك التشفير هو جزء من منظومة التصويت الإلكترونية التي تقوم على 3 مراحل رئيسية. هذه المرحلة بدأت بتجهيز النظام الإلكتروني وتشفيره، ثم مرحلة التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت الإلكترونية من أي أصوات، والتي بدأت في تاريخ 4 أكتوبر تلاها فتح باب التصويت أمام الناخبين، والتي اختتمت بعملية إغلاق النظام وفك التشفير في هذه اللحظات لاحتساب الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للتصويت، وهي المرحلة التي نحن بصددها في هذه اللحظات مباشرةً. إذن في هذه اللحظات يقوم أصحاب المعالي والسعادة رئيس وأعضاء لجنة الفرز المركزية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، يقومون
في هذه اللحظات بغلق عملية النظام وفك التشفير لاحتساب الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للتصويت. هذه المرحلة التي تسمى بعملية فك التشفير بدأت يوم الرابع من أكتوبر في تمام الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات وانتهت في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام وكل من يتابعنا داخل الإمارات وخارجها، في هذه اللحظات وبحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني. يقوم رئيس لجنة الفرز بعدها بإعلان الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في كل إمارة من إمارات الدولة. إذن نترقب جميعاً عملية الفرز وإعلان النتائج الأولية. هي نتائج أولية وليست نتائج نهائية، سوف تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء مرحلة الطعون. رئيس وأعضاء لجنة الفرز في هذه اللحظات يقومون بإغلاق عملية التصويت وفك التشفير في هذه اللحظات. اليوم لا ننسى اللجنة الوطنية للانتخابات، قامت بجهد عظيم، جهد كبير، جهد مثمن، جهد منظم للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. هي لحظة تمثل ثمرة جهود كافة المشاركين في إنجاز الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. إذن في هذه اللحظات نترقب معكم الإعلان عن نتائج الفرز الأولية. إذن محطات وطنية مشرفة مرت بها العملية الانتخابية، مساعي مميزة تقف وراءها مجهودات كبيرة قامت بها مختلف الجهات المعنية لإنجاح هذا العرس الوطني الإماراتي بامتياز. اليوم لا ننسى المتطوعون مشاهدينا الكرام. اليوم متطوعو الإمارات شاركوا بسواعدهم، بسمو أخلاقهم، بتفانيهم، بإخلاصهم، صورة مشرفة للتطوع خدمة لوطننا الغالي. ليس هناك أجمل من التطوع للمساهمة في هذا الإنجاز. لا ننسى جهود المؤسسات المحلية والاتحادية، لا ننسى أيضاً جهود مؤسساتنا الإعلامية المتابعة والناقلة في هذه اللحظات لهذا الحدث الكبير. اليوم وعي المرشحين بدورهم الوطني، التزامهم بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني، أسهم بلا شك في تنفيذ الانتخابات بهذا المشهد الوطني الرائع والمتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن نترقب معكم النتائج، ولكن قبل الحديث عن النتائج لابد أن نتحدث عن هذا العرس. اليوم نحن أمام نجاح كبير لعملية انتخابية إماراتية، مشهد رائع نعيش تفاصيله معكم على الهواء مباشرة. ما كان ليكتمل لولا وعي الناخبين في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، وعيهم بمشاركتهم الفعالة، بحسهم الوطني الكبير، حرصهم على الإدلاء بأصواتهم. تحية للهيئات الانتخابية في مختلف إمارات الدولة، تحية. شاركنا جميعاً للإمارات.
إذن لحظة تاريخية، نترقب معكم الفرز الإلكتروني لحظات، وسوف يبدأ الفرز الإلكتروني في هذه اللحظات لمختلف المرشحين وأصواتهم من مختلف إمارات الدولة. عندما نتحدث نقول الحمد لله على نعمة الإمارات، الحمد لله على قيادتنا الرشيدة التي لم تألو جهداً للوصول إلى هذه المرحلة وهذا التمكين السياسي وهذا النضج الفكري والثقافي الإماراتي. إذن الدورة الخامسة من انتخابات المجلس مرحلة جديدة من مراحل تمكين المجلس تأسيساً على برنامج التمكين السياسي الذي وضعه المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه. الشيخ خليفة وضع برنامجاً سعى إلى تفعيل البرنامج وتفعيل المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة مرشدة داعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفعالية والتساقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين. إذن اليوم نتحدث عن عوامل عدة أسهمت في نجاح إجراء الدورة الانتخابية الخامسة، أبرزها التعديلات والإضافات الجديدة التي أدخلت اللجنة الوطنية للانتخابات على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. هذه التعديلات لم تأتي من فراغ، إنما جاءت بناء على دراسة وتقييم للدورات الانتخابية الأربع السابقة في الأعوام 2006 2015 2019 وهذه الدورة الخامسة 2023. لا أريد الحديث طويلاً، ولكن الوقت يجبرني للحديث لنصل إلى مرحلة ظهور الفرز الإلكتروني في هذه اللحظات من مختلف إمارات الدولة، لنترقب معكم الأعضاء الجدد في الدورة الخامسة من مجلسنا الموقر المجلس الوطني الاتحادي في هذه الدورة. هناك استحداث لنظام التصويت مشاهدين الكرام عن بعد أهم التعديلات الجديدة، والذي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان موجود فيه سواء داخل الدولة أو خارجها. إذن بواسطة التطبيق الذكي شارك الإمارات أو عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي. اليوم عندما نتحدث عن التعديلات وعن اللجنة الوطنية للانتخابات لا ننسى الحديث عن استحداث نظام التصويت الهجين من أبرز التعديلات الجديدة. هذا تعديل أجرته اللجنة الوطنية للانتخابات في هذه الدورة، وكما تابعنا معكم نظام يجمع بين نظام التصويت عن بعد ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في دورتها الخامسة 2023. معالي الوزير تحدث عن نقاط كثيرة أبرز أرقاماً مهمة، تحدث عن الزيادة النسبية بين الدورة السابقة وهذه الدورة. إذن كذلك تم زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الدورة على مستوى الدولة بنسبة 18.1% مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2019، مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية ليصل إلى 398,879 عضواً، حيث ارتفعت نسبة الشباب هي الأخرى في قوام الهيئات الانتخابية والتي تمثل 55% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية. إذن نحن معكم مشاهدين الكرام في هذا النقل الحي والمباشر والموحد لكافة قنوات دولة الإمارات العربية المتحدة لإعلان النتائج الأولية للدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023. تاريخ، عندما نتحدث عن المجلس الوطني الاتحادي نتحدث عن دورات سابقة، عن أرقام تتحدث عن نفسها، تظهر مدى المشاركة
وذلك الحس الوطني للفرد الإماراتي وللمواطنة الإماراتية أينما كانت. وصل إجمالي عدد الأعضاء الانتخاب في العام 2006 حوالي 6595 مواطناً ومواطنة، نتحدث عن 5433 رجل و1162 امرأة. في العام 2011 وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى حوالي 135808 أعضاء، بزيادة عادل 20 ضعفاً عن انتخابات العام 2006، بواقع 54% للرجال و 46% للنساء. إذن نترقب معكم في هذه اللحظات ظهور نتائج الفرز الأولية الإلكترونية للدورة الخامسة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. مشاهدين الكرام، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، كل من يساهم من مواطنينا وأعضاء للمجلس الوطني الاتحادي، وأيضاً زملائي الإعلاميين، وكل من يتواجد في هذه القاعة، نشعر جميعاً بالفخر في هذه اللحظات ولهذا التميز وللجنة الوطنية للانتخابات وهذا التنظيم الأكثر من رائع، ليس بشهادتنا إنما بشهادة المنظمات الدولية بعد نهاية اليوم الثاني من التصويت المبكر. المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في العام 1972 حقق لله الحمد إنجازات كبيرة انبثقت منها 663 جلسة عقدها المجلس منذ تأسيسه وحتى 30 من مايو 2023. ناقش المجلس خلالها على 647 مشروع قانون، اطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، طرح أعضاؤه 1041 سؤالاً على ممثلي الحكومة، أصدر 83 بياناً و 49 مذكرة تفاهم وتعاون مع برلمانات شقيقة وصديقة. نتحدث عن سلطة تشريعية مميزة في دولة الإمارات أثبتت إنجازاتها داخلياً وخارجياً. العام الحالي الدورة الخامسة بلغت نسبة النساء 51% في قوائم الهيئات الانتخابية، بواقع 204768 امرأة إماراتية، كما وصلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41.6% بواقع 124 مرشحة للمجلس الوطني الاتحادي. نترقب معكم لحظات الفرز الإلكتروني من مختلف إمارات الدولة في هذه اللحظات. ننتظر الإشارة من غرفة التحكم الرئيسية التي تتواصل بشكل دقيق وسريع مع مراكز التصويت في مختلف إمارات الدولة. نتمنى التوفيق لكل المرشحين، ونتمنى أيضاً التوفيق لكل من لم يحالفه الحظ من امرأة إماراتية أو من إماراتي، ترشحوا جميعاً لخدمة وطنهم في هذه اللحظات. أكيد لم يترشحوا إلا حرصاً منهم على المساهمة في رسم الخطط ورسم أيضاً ملامح المجلس الوطني الاتحادي لخدمة المواطنين أينما كان. عندما الحديث عن أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا، عندما نتحدث بكل فخر عن المرأة الإماراتية، نتحدث عن دورها المشرف في الحياة النيابية، المرأة الإماراتية الوزيرة، المديرة، الوكيلة، المعلمة، لها التحية، الأم، الأخت في المنزل. نتشرف بالمرأة الإماراتية. إذن في هذه اللحظات وصلتنا هذه اللقطات لبدء، إذن في هذه اللحظات قوائم الأصوات ستظهر لكم من أعلى صوت إلى أقل صوت. في هذه اللحظات من مختلف إمارات الدولة نترقب هذه اللحظة
لقوائم الانتخابات من أعلى صوت وحتى أقل صوت من مختلف مراكز التصويت في كافة إمارات الدولة. نقول مقدماً ألف مبروك لكل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دورتهم الخامسة. إذن في هذه اللحظات تظهر لكم قوائم المرشحين. تظهر في هذه اللحظات قوائم المرشحين من أعلى صوت وحتى أقل صوت من مختلف إمارات الدولة في هذه اللحظات. هذه النتائج أو هذه الأصوات تعتبر أولية، لم يتم الإعلان عنها رسمياً، ولكن تم فك التشفير في هذه اللحظات ووصلتنا هذه الصور للمرشحين والمرشحات من مختلف إمارات الدولة لعدد أصواتهم من الأعلى صوت وحتى أقل صوت. إذن لحظة تاريخية بلا شك في هذه اللحظات لوصول قوائم المرشحين ولأصواتهم من أعلى صوت وحتى أقل صوت. نتمنى التوفيق للجميع. إذن ندعو الجميع للبقاء في أماكنهم ومقاعدهم ونترقب جميعاً كلمة معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل رئيس لجنة الفرز المركزية للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. ولكن قبل كلمة معالي سوف نتوجه بكم لإكمال أو إلى استوديو البحث الموحد للزملاء هناك لكافة قنوات الدولة والذين يغطون هذه التغطية المباشرة. إذن نترقب معكم بعد لحظات كلمة معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل رئيس لجنة الفرز المركزية للإعلان عن النتائج الأولية. وقبل كلمة معالي دعونا نعود إلى استوديو البث الموحد والزملاء هناك، لا تذهبوا بعيدا، سوف نترقب جميعا أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. نعم، شكرا للزميل حامد المعشني. مشاهدينا هكذا نكون قد تابعنا وإياكم نتائج الفرز المبدئية لإعلان نتائج فرز الأصوات، ونحن كذلك بانتظار المؤتمر الصحفي بإذن الله لإعلان النتائج الأولية للانتخابات. في هذه الأثناء يسعدنا أن نستضيف سعادة الدكتور منصور بن نصر رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ممثل القطاع الأهلي في اللجنة الوطنية للانتخابات. مرحبا بك سعادتك. مرحبا فيك. مرحبا بك يسلمك. بداية سعادة المستشار، حدثنا عن خصوصية عملكم في اللجنة الوطنية للانتخابات وتحديدا دور القطاع الأهلي في تنفيذ عملية انتخابية ناجحة. شكرا أخوي محمد. طبعا اللجنة الوطنية للانتخابات تتكون من قطاعين مهمين، القطاع الحكومي اللي مثل أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات الاتحادية، ودورهم مهم جدا في تنظيم العملية الانتخابية وتمويلها وتأمينها. يأتي دور القطاع الأهلي ليكمل جانب مهم في أي عملية انتخابية. القطاع الأهلي اليوم هو يوفر وجوده في اللجنة، يوفر الأساسيات ويحيط العملية الانتخابية بالضمانات المطلوبة لنحقق انتخابات ناجحة وحرة ونزيهة. أضف إلى ذلك أن العضو اللي يمثل القطاع الأهلي في اللجنة هو بمثابة ينقل التغذية الراجعة و رأي المجتمع وردود فعلهم للجنة، وبالعكس صحيح أيضا كذلك يساهم في توعية المجتمع بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. نعم يعني سعادة المستشار، باعتبارك أستاذ وأيضا محاضر بالقانون الدستوري والنظم السياسية، كيف لك اليوم أن تقرأ لنا تسلسل التطور الذي يعني تشهده الانتخابات دورة تلو أخرى؟ المفروض يكون هذا أمر طبيعي، وإذا تحدثنا عن دولة الإمارات العربية المتحدة فالتطور هو سمة من سمات هذه الدولة حكومة وشعبا. ما نقدر نتصور اليوم في ظل اتساع قاعدة الناخبين وزيادة فئة الشباب في قوائم الهيئات الانتخابية
وهذا التطور اللي تشهده التكنولوجيا وظهور الذكاء الاصطناعي وهذا الإعلام الاجتماعي أن ننظم انتخابات كما نظمناها في أول دورة في 2006 ونحن نشهد تنظيم الدورة الخامسة. فالتطور أمر مطلوب، وأنا أنظر لهذا التطور أن أكبر دليل على أن قيادة الدولة تسعى في تطوير هذه المنظومة، تسعى إلى يعني تمكين هذا المجتمع، تمكين شعب الإمارات من هذه المشاركة السياسية. نعم سعادتك، حينما نتحدث عن التفسير كيف تفسر لنا وللمشاهدين نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات من حيث الترشح وكذلك التصويت؟ هي بالنسبة لنسب المشاركة تشكل دائما هاجس أمام منظمين العمليات الانتخابية وأكبر تحدي، ولكن يعني وجهة نظري الشخصية وهي أيضا رأي جانب من المختصين في هذا المجال أن قياس أي عملية انتخابية بنسبة المشاركة هو أمر غير منصف. يجب أن ننظر إلى باقي الجوانب، إلى التنظيم، إلى الرغبة الصادقة لدى الدولة في تمكين هذا المجتمع، ونحلل كل هذه المعطيات حتى نحكم ونقيم هذه العملية الانتخابية. مع ذلك فالحمد لله يعني المشاركة في كل الدورات مرضية، وقبل قليل أعلن في المسرح عن نسبة المشاركة في هذه السنة، وأنا أشوفها نسبة جدا مرضية وتدل على ازدياد الوعي لدى مجتمع دولة الإمارات بفئتيه، سواء كان المرشحين أو سواء كان الناخبين اللي شاركوا في العمل الانتخابي. المستشار اليوم ونحن نتحدث عن نقطة مهمة وهي الدخول إلى العالم الهجين، مثل ما رأينا في الدورات السابقة الحضور لابد يكون شخصي، واليوم ننظر اختلاف كلي عن بعد، وأيضا هذا ساعد كثير من الناس اللي تواجدوا خارج الدولة أن بإمكانهم التصويت. كيف تنظرون إلى هذه العملية خلال هذه الدورة؟ طال عمرك هي الدولة بدأت أول دورة انتخابية بطريقة إلكترونية. نحن في انتخابات المجلس الوطني لم نعتمد نظام الأوراق أو الصناديق، منذ البداية كان التصويت يتم عبر الأجهزة الإلكترونية، والفرز من أول دورة كان يتم بشكل إلكتروني. هذه سمة وميزة نتميز بها منذ نشأة العملية الانتخابية في دولة الإمارات. هذا التطور مطلوب، واليوم المجتمع والبنية التحتية متوفرة لتقديم هذه الخدمة، بشرط أن احنا نراعي فيها المبادئ الضرورية، شخصية التصويت، ونعتقد اللي صوتوا عن طريق النظام الإلكتروني أو عفوا عن طريق التطبيقات أو المواقع لاحظوا أن الكاميرا طلبت أن تتحقق من هو نفس الشخص هذا اللي يحمل هذا الجهاز يصوت. سرية التصويت كذلك هذا مبدأ مهم، وهذا روعي من قبل اللجنة، وحرية التصويت كان أمام الناخب أكثر من فرصة أن يغير، لو كان يعني يصوت لشخص تحت تأثير أو ضغط معين فكان ممكن يرجع ويغير رأيه في الاختيار والتصويت حتى اللحظة الأخيرة يعني. صحيح. فكل طيب. المبادئ متوفرة في العملية. صحيح. طيب سعادة المستشار، تطور يعني الممارسة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ التعيين وصولا إلى انتخاب نصف الأعضاء وزيادة عدد الناخبين في كل دورة انتخابية من هذه الدورات، كيف ساهم كل ذلك في تطور أو ارتفاع مستوى الوعي لدى الناخبين؟ الحمد لله. طبعا في نقلة كبيرة صارت أكيد، اللي يقرأ الدستور بيلقى في مقدمته أن هذه الخطوة اللي اليوم نحن نشهدها هي موجودة من قبل 52 سنة في مقدمة دستور دولة الإمارات اللي أكدت على إعداد هذا الشعب لحياة نيابية. في 2005 أطلق برنامج المشاركة والتمكين، في 2006 نظمت أول انتخابات برقم متواضع 6500 عضو هيئة انتخابية، ثم انتقلنا إلى 2011 135 ألف، ونجد أن الأرقام تتزايد دورة تلو الأخرى. صحيح. الوعي في تطور كذلك، الأجيال الجديدة فئة يعني قبل أنت تتكلم عن أول دورة كانت في 2006 يعني قبل 18 سنة. قبل 18 سنة كثير ناس كانوا أقل عن السن وما كان عنده فرصة أن يصوت، اليوم هذا الشخص يعني صار أمام مطلق الحرية أن يترشح وأن يصوت. الإعلام ساهم والمرشحين أنا من وجهة نظري أيضا ساهموا في توعية المجتمع بأهمية دور المجلس الوطني وبأهمية هذه المشاركة السياسية. نعم.
نعم سعادتك، سؤال أخير بما يتعلق بالعمل النيابي مثل ما ذكرت، ما رأيك في مشاركة المرأة لهذه الدورة وخصوصا أنها تحمل دور كبير في العمل النيابي لهذا الدورة؟ الحضور قوي، حضور المرأة في هذه الدورة ملاحظ أنه قوي، سواء كان من خلال وجودها في الهيئات الانتخابية أو سواء من كان حضورها كمرشحة حتى في جميع مراحل العملية الانتخابية، مراحل الحملات الانتخابية كانت موجودة وحاضرة بشكل منظم. أتمنى لهم جميعا التوفيق إن شاء الله بإذن الله. اليوم إحنا نقول كل حد فايز، يعني أكيد. الكل فايز، مش بس اللي فعلا ينتخبون، الكل فايز اليوم الحمد لله. سعادة المستشار دكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية بحكومة الشارقة ممثل القطاع الأهلي في اللجنة الوطنية للانتخابات، شكرا جزيلا لك. مشكور محمد، مشكور. إذن مشاهدينا وننتقل إلى تقريرنا التالي وتحديدا حول مشاركة المرأة في المجلس الوطني الاتحادي. جسدت المشاركة الفاعلة للمرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي مدى الريادة الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني. وشاركت المرأة الإماراتية بفعالية كناخبة ومرشحة في أول تجربة انتخابية تمت عام 2006، وضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي 14 عام 2007 9 نساء بنسبة 22.5% من أعضاء المجلس. وشهدت الدورة الانتخابية الأولى فوز أول امرأة إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، والتي تعد أيضاً الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر الانتخاب. وسجلت انتخابات العام 2019 نقلة نوعية في مجال التمكين السياسي للمرأة، حيث تم رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. وخلال الدورة الانتخابية الخامسة بلغ العدد النهائي للمرشحين 298 مرشحاً ومرشحة، بينهم 124 مرشحة. صورة ناصعة قدمتها المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، ولا تزال مسيرة التمكين متواصلة. الآن دعوني أدعو معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل رئيس لجنة الفرز المركزية للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة المرشحون، الأخوات المرشحات، الأخوة الإعلاميون الكرام، نلتقي هنا اليوم لنشارك دولة الإمارات احتفالاتها بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. هذا الإنجاز الذي يعد ثمرة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه في عام 2005، وشكل خارطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية وبما يخدم قضايا الوطن والمواطنين. ومن هنا نغتنم الفرصة لنرفع التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على نجاح
على نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 والمشاركة الفاعلة من قبل فئات المجتمع الإماراتي كافة. والآن نعلن لكم أبرز نتائج الفرز الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للدورة الخامسة 2023. بلغ عدد المصوتين من داخل دولة الإمارات وخارجها 175,487 ناخباً وناخبة. توزعت نسبة الأصوات على 55.86% صوتاً من الرجال و 44.14% صوتاً من النساء. توزعت نسبة التصويت في كل إمارة كالتالي: 32.18% في إمارة أبو ظبي، 9.64% في إمارة دبي، 17.9% في إمارة الشارقة، و 4.15% في إمارة عجمان، 2.6% في إمارة أم القيوين، 20.15% في إمارة رأس الخيمة، 14.19% في إمارة الفجيرة. عدد المصوتين من خارج دولة الإمارات بلغ عددهم 5,042 ناخباً وناخبة. أعلى ثلاث دول صوت فيها أعضاء الهيئات الانتخابية من خارج دولة الإمارات هي الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة تايلاند والمملكة المتحدة. نتوجه بالشكر إلى جميع فرق عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجان الإمارات وكل من شارك في نجاح العملية الانتخابية، حيث ساهمت فرق عمل لجان الإمارات والعاملون في المراكز الانتخابية والبالغ عددهم 630 في تسهيل العملية الانتخابية. شهد مركز انتخاب مركز إكسبو رأس الخيمة أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 كانت متميزة في جميع مراحلها، حيث شهدت ارتفاع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 398,879 عضواً بزيادة 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2019. وحظيت المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية للعام 2023 بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49%. الحضور الكرام، نعلن لكم عن أسماء الفائزين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. الفائزون من إمارة أبو ظبي: سالم حمد سالم بن ركاض العامري، هلال محمد حمدان هلال الكعبي، مضحية سالم كديري محمد المنهالي، حشيمة ياسر علي سعيد العفاري. الفائزون من إمارة دبي: حميد أحمد محمد الطاير، أحمد مير هاشم أحمد خوري، مريم مايد خلفان مايد بن ثنية، آمنة علي سالم علي العديدي. الفائزون من إمارة الشارقة: محمد حسن سليمان علي الظهوري، وليد علي محمد بن فلاح المنصوري، عدنان حمد محمد حمد الحمادي. الفائزون من إمارة عجمان: مايد محمد رحمة محمد المزروعي، عايشة إبراهيم أحمد المري. الفائزون من إمارة أم القيوين: محمد عيسى عبيد الكشف آل علي، منى راشد عبد الله طحنون آل علي. الفائزون من إمارة رأس الخيمة: سعيد راشد عبد الله العابدي النعيمي، سلطان سالم عبد الله بن يعقوب الزعابي، سالم راشد علي المفتول آل علي.
الفائزون من إمارة الفجيرة الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي، عايشة خميس علي الضنحاني. الحضور الكريم، نود التأكيد على أن هذه النتائج التي صدرت اليوم تعتبر نتائج أولية، حيث سيتم اعتبار من يوم غد الموافق 8 أكتوبر فتح باب تقديم طلبات الطعون في النتائج ولمدة 3 أيام، ليتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين والإعلان عنها في 13 أكتوبر الجاري حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وفي الختام، كل الشكر لكم على تواجدكم معنا في هذا اليوم الانتخابي المميز وجهودكم في نجاح وتميز العملية الانتخابية في جميع مراحلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كل الشكر لمعالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل رئيس لجنة الفرز المركزية. نبارك لكل الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وكل التقدير لكل من حاول وسعى وبذل جهدا للوصول إلى هذه القبة البرلمانية المجلس الوطني الاتحادي. شكرا لكل الفرق العاملة خلف الكواليس، والآن نعود إلى الاستوديو الموحد في هذه التغطية الحية والمباشرة. كل عام والجميع بخير. إذن ألف مبروك لكل من حظي بشرف تمثيل شعب الإمارات، وألف مبروك لمن حظي أيضا، وهنيئا بثقة الناخبين، وهنيئا لكم من صوت لكل من صوت من أجل الإمارات. إذن وصلنا إلى ختام تغطيتنا الخاصة لفعاليات البث المباشر والموحد لتلفزيونات دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة أحداث ووقائع يوم الانتخاب الرئيس للدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023. وكلنا أمل أن نكون قد أنجزنا مهمتنا الإعلامية بما يليق بالتطلعات والآمال التي لا تعرف للحدود سبيلا. لا شك. طبعا مشاهدينا، وصلنا إلى الختام، وتشرفتنا وزملائي في وكل فريق العمل حقيقة بتقديم ونقل هذه الوقائع وتفاصيل العرس الانتخابي الإماراتي بامتياز، الذي وحد بين القلوب ليس فقط عبر الشاشات إنما حتى خلف الكواليس، وإنما في كل ربوع هذا الوطن الغالي المعطاء الذي نحبه ونفخر به ونفاخر به بين العالمين. نبارك اليوم للوطن، ثم نبارك للمرشحين، وكذلك لا شك بأننا نشكر كافة فرق العمل في اللجنة الوطنية للانتخابات ومراسلي شبكاتنا الذين تواجدوا معنا اليوم. الشكر موصول لكافة المتطوعين الذين أثروا هذا العرس الديمقراطي وهذه الممارسة البرلمانية الناجحة. نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يحفظه ويرعاه، وإلى أصحاب السمو نائبيه الكرام، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، مهنئين إياهم جميعا حفظهم الله بنجاح هذا العرس الديمقراطي. وصلنا للختام، في أمان الله، إلى اللقاء. فراسة السحرة بصفة عامة ما يتمنى